اهلا وسهلا بكل متابعينا ومتابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. بدا العد التنازلي لموسم الدراسه الجديده، ويبدا الحديث عن المصروفات الدراسيه مع بدء العد التنازلي. قيمتها كام وازاي هتدفع؟ وهل هتدفع دفعه واحده ولا على اجزاء؟ وهتدفع فين؟ دي كلها اسئله بتدور في ذهن اولياء امور الطلاب، هنحاول نجاوب عليها مع حضراتكم من خلال هذه التغطيه اللي بنقدمها لكم من تلفزيون اليوم السابع. في البدايه، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكدت أن سداد المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية هيكون على 3 أقساط في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وده من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد عليها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب. الوزارة كشفت كمان عن أن المصروفات الدراسية، وقالت أنه من أول رياض الأطفال حتى الصف الخامس الابتدائي هيكون القسط الأول 127 جنيه، أما القسط الثاني 89 جنيه، وهيكون القسط الثالث 89 جنيه أيضا. أما الصف السادس الابتدائي القسط الأول هيبقى 91 جنيه، والقسطين الثاني والثالث كل واحد 57 جنيه للقسط. أما بالنسبة لطلاب المرحلة الإعدادية هيسدد الطالب في القسط الأول 91 جنيه و57 جنيه لكل قسط من القسطين الثاني والثالث. الوزارة اتكلمت كمان عن مصروفات الدراسة لطلاب الثانوية العامة، وقالت ان الطالب في الصف الاول الثانوي هيسدد حوالي 218 جنيه في القسط الاول، و151 جنيه للقسط الثاني، و151 جنيه زيهم للقسط الثالث. بالنسبة للصف الثاني والثالث الثانوي دول هيسددوا 203 جنيه للقسط الاول، و151 جنيه لكل قسط من القسطين الثاني والثالث. ده بالنسبة للمصروفات الدراسية من رياض الاطفال وحتى طلاب الثانوية العامة. بالنسبة للثانوية الفنية، الصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه الطالب هيلتزم بسداد 108 جنيه للقسط الأول و56 جنيه للقسط الثاني والثالث. أما بالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانوي ولكن الثانوي الفني وليس العام، الطالب هيدفع 93 جنيه للقسط الأول و56 جنيه للقسطين الثاني والثالث. وزارة التربية والتعليم كمان أشارت إلى أن مصروفات الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة قيمتها 305 جنيه للصفوف من رياض الأطفال لحد 5 ابتدائي، و205 جنيه للصفوف من 6 ابتدائي لحد 3 إعدادي، و520 جنيه للصف الأول الثانوي، و505 جنيه للصف الثاني والثالث بالنسبة للثانوي العام. اما بالنسبة للصف الاول الثانوي الفني بكل انواعه فدي قيمتها حوالي 220 جنيه بجميع انظمته سواء الثلاث سنوات او الخمس سنوات، اضافة الى 205 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة انواعه ايضا وانظمته اللي هو الثلاث سنين والخمس سنين، ده بالنسبة طبعا للانظمة الخاصة بالتعليم الثانوي الفني. الوزارة اوضحت انه على كل مدرسة انها تتابع موقف سداد المصروفات فعليا من الطلاب من خلال قاعدة البيانات لدى الادارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة، ومتابعة سداد الطلاب المتخلفين عن سداد المصروفات على ان يقوم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بسداد انصبة المدارس من المصروفات الدراسية والادارات والمديريات التعليمية، وده طبقا للنسب المقررة واللي اعلنت عنها الوزارة. خلينا اقول لحضراتكم كمان ان الوزارة حددت رسوم التقديم للامتحانات بمدارس التعليم الاساسي والثانوي العام والفني، واوضحت ان الطالب في يعني الشهاده الاعداديه بيسدد مبلغ 148 جنيه و200 جنيه لطلاب الثانويه العامه و193 جنيه لطلاب المدارس الفنيه نظام الخمس والثلاث سنوات و193 جنيه لدبلومات الدراسات التكميليه. وأوضحت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم أنه سيتم تطبيق كافة الإعفاءات من المصروفات الدراسية، وأن الطالب هيتسلم الكتب الدراسية مادام سدد القسط الأول من مصروفات الدراسة. طيب لو جينا نتكلم عن بعض الطلاب اللي مش هيكون قادر أو أسرته مش قادرة أنها تسدد المصروفات الدراسية، مثلا من الأسر الأولى بالرعاية، هنا إن طالب عليه ان هو يقدم بحث بالحاله الاجتماعيه الخاصه بيه، واذا ثبت بالفعل عدم قدرته على سداد المصروفات الدراسيه بيتم اعفائه نهائيا من سداد المصروفات، وبيتسلم الكتب المدرسيه وبيستكمل عامه الدراسي طبيعي جدا بدون ادنى مشاكل. دي كل التفاصيل الخاصه بالمصروفات الدراسيه في العام الدراسي الجديد، نتمنى التوفيق لكل الطلاب من ابنائنا في جميع المراحل المختلفه في التعليم من رياض الاطفال وحتى الثانويه العامه. بنشكركم والى اللقاء في تغطيات جديده من تلفزيون اليوم السابع.